سمعت خويا قال لك 3% ديال الناس اللي مرضوا وماتوا بهذا المرض هذا، يعني راه شي حاجه خطيره فهمتي ما سهلاش. خص الاجراءات وخص يبداو يتيستيو بنادم اي واحد فهمتي، ضروري خص يديروا شي حل. اي واحد دخل المغرب خص يتيست قبل ما يدخل. وتا الناس شي ناس في المغرب اللي شك في شي حاجه بحال هكا ولا ما عرفتش صراحه شنو هما الاعراض، ولكن اللي حس بشي اعراض قراب لذاك الشيء فهمتي خصو يمشي يدير لي تيست ديالو يعرف شنو كاين. اللي سمعت على هذا المرض والله يسرنا ويسر المسلمين كفى اجمعين، الله يلطف بينا. هذا الشيء اللي غنقول لك، كانوا كيقولوا ديال الجدري بكري ودابا هو قال لك ديال القروضه كاع ولا اله الا الله. الله يحفظها وليدي، الله يسر العيب، يبغى الله مرحبا بها. سمعت وفهمتي، وخصهم لي زوتوريتي يديروا فهمتي فاش بنادم يجي من لافريك يديروا دي تيست باش داك سميت بروباجاج في المغرب. حتى الناس برا اللي كيجيو من برا خصهم يديروا تيست، راه دابا لا بلوبار راه في السويد راه في لا فرانس فهمتي، هما كاملين دابا مراد. سمعت عليه في الكونغو في الدول الافريقيه، ونتمنى من الله المرض ما زعما ما غاديش ينتشر بزاف، حيت كاين واحد الحالات اللي كاينين في المغرب عرفوا شي 4 حالات ولا 5. نتمنوا من الله هذا المرض ما ينتشرش في المغرب، حيت راكم عارفين الا انتشر عاوتاني في المرض في المغرب عاوتاني يقدر عاوتاني يجيو دوك الاجراءات ونرجعوا للحياه اللي قبل من الكورونا، وديك الحياه اللي عشناها في كورونا حياه زعما اللي صعيبه شويه، تحزجنا في المنازل ديالنا، ونتمنى والله يكون خير.